ما بين رئيس حكومة مستقيل وتولي رئيس وزراء جديد مهام عمله، تبقى أمام تونس تحديات عدة على المستويين السياسي والاقتصادي. وخلال مراسم أقيمت في قصر قرطاج، تسلم هشام المشيشي مهام رئاسة الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ. وفي كلمته أثناء المراسم، اعتبر الفخفاخ أن تونس خسرت لحظة تاريخية لترسيخ الثقة بين الشعب والدولة، مشددا على أن تونس تتعثر وتتهددها الفئوية. نعيش اللحظة بمشاعر متداخلة، فيها الرضا وفيها القلق وفيها الأمل وفيها أيضا الألم. الألم لما آلت إليه الأمور في وطننا العزيز. أسلم اليوم المشعل لمن ناله شرف تحمل هذه المسؤولية واستعد لأعبائها. وحصلت حكومة المشيشي على ثقة البرلمان بموافقة 134 من أعضائه، وأدت اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد. وعقب تسلمه مهام عمله، أكد المشيشي تمسكه بإنجاز برنامج لإنقاذ تونس من أوضاعها الاقتصادية الصعبة. وتعول حكومتنا لرفع التحديات المطروحة أمامها، وعلاوة على ما يحدو أعضاءها من إرادة قوية على العمل والإنجاز، على التعاون والتنسيق الجدي والبناء مع رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ومع كل القوى الحية للبلاد من أحزاب ومنظمات. كان المشيشي قد أعلن عن فريقه الحكومي بعد مشاورات استمرت لنحو شهر بعد تكليف الرئيس التونسي له بتشكيل الحكومة عقب استقالة الفخفاخ يوم 15 من يوليو الماضي.